هناك من الأدعية المأثورة الدعاء الخاص بالصباح والمساء، أصبحنا وأصبح الملك لله، أمسينا وأمسى الملك لله. والسؤال، متى يكون وقت الدعاء؟ هل في الصباح عند صلاة الفجر، أم عند أذان الفجر، أم عند طلوع الشمس، أو عند الاستيقاظ من النوم؟ في أي وقت؟ وفي المساء، هل هو عند مغيب الشمس، أم بعد صلاة المغرب، أم عند أذان المغرب، أو بعد صلاة العشاء، أو عند النوم؟ جزاكم الله خيرا. يكون عند بداية المساء وعند بداية الصباح، عند طلوع الفجر وعند غروب الشمس. وإذا كرره بعد ذلك فلا مانع، لا مانع إذا كرره بعد طلوع الفجر عدة مرات، أو كرره بعد غروب الشمس عدة مرات، أو حتى قبل غروب الشمس في آخر النهار. الأمر في هذا واسع ولله الحمد.